اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج الحكي السياسي مثل العاده سقط مشروع الكابيتال كنترول وتعرض لانتكاسه جديده بعد ما تعثرت جلسه اللجان المشتركه يلي كانت مخصصه لاستكمال البحث فيه بسبب اعتراض بعض الكتل ورفض مناقشته قبل الاطلاع على خطه التعافي وعدم اكتمال النصاب للجلسه. وتحولت ساحة النجمة لساحة غضب بعد ما تمكنت جمعية صرخة مودعين وتحالف متحدون من تسجيل هدف بمرمى السلطة وتعطيل نصاب الجلسة. انتخابيا المناخ العام بدل انه الانتخابات النيابية حاصلة بموعدها وحماوة التحضيرات الجارية على قدم وساق وصار الكل ناطر اليوم المفصلة يلي رح يحدد الصورة النيابية الجديدة يلي بدورها رح تحكم الواقع اللبناني لاربع سنين الجايين. اما على الصعيد الحياتي واليومي يبدو أن لبنان رح يغرق بالعتمه الشامله مع اعلان مؤسسه كهرباء لبنان نفاذ الغاز الغاز اويل بمعملي دير عمار والزهراني. كل هيدي الملفات السياسيه والحياتيه رح نحكي فيها اليوم مع ضيفنا سعاده النائب السابق الدكتور امين وهبي. سعادتك يسعد صباحك. يسعد صباحك انت والمستمعين والمشاهدين والمشاهدين على هذه النقل النوعيه شكرا <applause> واهلا وسهلا فيك يعني اليوم حضرتك نائب سابق وقبل ما أفوت بموضوع التحالفات والانتخابات الى ما هنالك خط الانتخابات النيابيه على اساس اي قانون بال2009 كان القانون القديم ال ال ما كان ستين يسمى قانون الستين انا بسميه قانون مش العام لانه هذا القانون اللي انعمل بالدوحه نعم اليوم شو بال 2018 بين؟ القانون الحالي شو ال... شو اليوم شو الفرق بين القانون القديم والقانون الحالي وشو تحفظاتك او تعليقاتك على هذا القانون شوف ما فيش ولا قانون الا ما ممكن تلاقي احسن منه مم. يعني كله فيه ثغرات طبيعي لما انت بدك تطور قانون انتخابات بدك تامن له بيئته بدك تامن بيئته لحتى القانون يعني يعطي يأمن المساواة بين بين الناس ويدفع اللبنانيين باتجاه تعزيز وحدتهم وانه الخلاف السياسي ما ياخذ عنصري. انا بذكر من لما كنا بعد تلاميذ او طلاب بالمرحله الثانويه كنا نطالب بالنسبيه هذا القانون اللي هلا موجود فيه جزء منه نسبي وجزء جزء منه القانون الارثوذكسي. هو الارثوذكسي هو الارثوذكسي هو الارثوذكسي طبيعي لانه الصوت التفضيلي بياخذك على الارثوذكسي النسبيه ما فيك تطبق نسبيه باي بلد الا بشرطين لحتى تكون نسبيه حقيقيه بدك دائره كبيره نعم وبدك مساواه بين الناس كيف بدك تطبق نسبيه وانت بمنطقتك انا في روح اعمل نشاط اللي ممكن يكون يكون انت عندك تريبة بمنطقه محدده دي. انا في روح اعمل نشاط انتخابي في اعمل اجتماعات في يعبق انصاري في يتصل بالناس في اعمل بدية هذا حقي لحتى اشرح برنامجي للناس وانت بمنطقتي انا ما فيكش تعمل اجتماع ما فيكش تعلق صوره ما فيكش تعلق يافطه نحن اليوم بظل سلاح حزب الله بس هيدي معروفه وين باي يم بأي, يم باي مناطق بغض النظر لو شو ما كان القانون لا لا لا, لا, ابدا ابدا, أبداً. وبت... صحيح بس اذا كان حزب الله عنده عنده اكثريه بمحل وعنده اقليه بمحلات اخرى ما في امكانيه انا اعمل قانون محل ما هو عنده اكثريه انا ممنوع ادعس ممنوع اعمل اي نشاط ومحل ما هو عنده اقليه في يدعس ويكتفي في يجي يعمل نشاط وفي ياخذ نسبه من النواب وبالتالي هذا القانون لا يمكن ان يستوي ولا يمكن ان يقا... ان يقدم خدمه للمجتمع اللبناني ولحسن تمثيل الناس ما زال بالبلد في سلاح ابدا وبالتالي انا ضد انطلاقه من هذا من هذا المنطلق نظريه ال... هذا القانون بيشبه القانون الارثوذكسي اللي حضرتك هلا تفضلت فيه لا هو, هو القانون الارثوذكسي ايه بس قديش اليوم نسف حزب الله وقت اللي قرر يصوت لحلفائه ويوصل حلفائه حزب حول. الله مثل الفخوري بيعمل بركب... دائما الشغل اللي بده اياها بعطيك مثال لما كنا بالمجلس لما تبقى الأكثرية معنا حزب الله كان يطلع يقول بلسان نوابه إنه إذا بتعملوا حكومة أكثرية بحرق البلد ويقول علنا بال2009 لما صار في شوية يعني خسارة للوقت لإمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية لو واحد 14 اذار اللي كان عنده اكثريه انه اذا بك ما بك ما تزيدوا بالشروط التعجيزيه بنعمل حكومه اكثريه. طلع حزب الله هدد انه اذا بتعملوا حكومه اكثريه مش راح تلاقوا بالبلد ورق تكتبوا عليه المراسيم يعني بحرق, بحرق البلد شوي بعد فتره لما سقط حكومه الرئيس الحريري واخذوا الاكثريه بالأمصان السود عملوا حكومه لون الواحد حكومة حسين دياب، حكومة لون الواحد. هو بيروح على حكومة لون الواحد بس يكون له مصلحة وبأي بغض النظر عن الطريقة اللي بيحصل الأكثرية فيها وبيفرض حكومة الأكثرية، حكومة الوحدة الوطنية هيدا تعبير صار ممجوج او حكومه بسميها بروف... الوفاق وال... الحكومه الوفاقيه بفرضها وقت اللي بيكون هو اقليه يعني هو عم بيقول للبنانيين انا ان كنت اكثريه بدي يكون بالحكومه وان كنت اقليه بدي يكون بالحكومه لانه انا بدي بدي يكون بالحكومه ولا انا بدي مشي البلد مثل ما انا بدي ما ان هو كنت بس ولا ما يكون بالحكومه لو كان عنده نص وزير نص وزير او وزير دولي لانه في سهم اعتمد مش على فصاحه الوزير اللي بيكون جوا هم. هو معتمد على على وينه برا معتمد على السلاح اي قرار بده يتناقش اذا ممثل حزب الله عنده وزير دولي بس قال لهم هذا الامور هاي الامور ما بتمشي يعطيك العافيه يا شباب طب اليوم نحن لشو عم نعمل انتخابات يعني بظل هذا ما السلاح ما فكش لشو عم نعمل ما انتخابات ما فيكش ما تعملش انتخابات اليوم بتقول انه انت كان السلاح كان عم بيعطل كل نتائج الانتخابات صحيح بس اذا عم بيعطل كل نتائج الانتخابات ما انت عندك عندك لازم يكون عندك سياسيين ولازم يكون عندك احزاب ولازم يكون عندك خطاب سياسي تتوجه فيه لللبنانيين والمجتمع العربي والدولي وتضوي على مكان من الخلل وبأنه الدولة اللبنانية هي دولة مسلوبة القرار هي دولة مسيطر عليها من خارج القانون والمؤسسات وبالتالي تستنفر كل إمكانياتك تستنفر المجتمع اللبناني وتستنفر الاغتراب اللبناني وكل أصدقاء لبنان لإنقاذ الوضع وبالتالي بلا بدعم الانتخابات وبدي ناضل حتى يكون عندي أكثرية مجلس النواب ما بدي أنا اسمح أنه يكون حزب الله عنده شرعية برلمانية داخل المجلس النيابي بغض النظر كيف بيجيبها أكثرية نيابية وعنده وزن السلاح برا يعني ساعتها بصير بيطبق لانه مثل بدو بس ساعتك عم تحكي وكانه ما في تجربه سابقه بهذا الموضوع، انتم حضرتكم حضرتك كنت بكتله تيار المستقبل صحيح ومن من الـ 2005 14 اذار اخذت الاكثريه، يعني حضرتك عم تحكي مثل وكانه ما وصلتوا للاكثريه لا نحن وصلنا للاكثريه وما قدرتوا عملتوا شيء أنا من اول نهار نحن, و... نحن نحن وصلنا للاكثريه نفسه برايي برايي قوى 14 اذار ما عرفت تصرفت لا بال لا بالاحتضان الشعبي ولا بالتاييد الشعبي الواسع الهائل الجميل اللي كانت بتتميز فيه. الانتفاضه اللي صارت ب 14 شباط 2005 هي حاله وطنيه جميله هي جميله هي حاله مقدسه هي حاله اللبنانيين يعني عبروا عن أصلتهم وعن وطنيتهم وعن وعن محبتهم لشعبهم وعن عن شجاعتهم نحن بقينا من 2000 بالعكس من 2004 من واحد تشرين اول ما في مروان حمادي لا اخر اخر شهيد كان محمد شطاح ونحن نحط شهيد وشهيد شهيد ورا شهيد من خيره ابناء البلد ليش لانه وقت وقت كان الكلام عم بيكون صح وكانت كان في مواجهه حزب الله راح باتجاه القتل والاغتيالات حزب الله وحلفائه يعني لحد هلا في حكم محكمة الدوليه اثبت والباقي لحد هلا ما نعرف ما نعرف شيء ولكن قوى 14 أدار على امتداد الفتره بدك تقول من 2005 لحد 2009 عملت كثير فولات عملت كثير فولات وبعد انتخابات 2009 بلش انفخت الدف وبلشوا الاشياء يتفرقوا وتفرقوا الاشياء وصاروا يخرجوا من من 14 اذار الرئيس الحريري اللي بلش بهذه لا ال... مش مش الرئيس الحريري اللي بلش شو اللي لمح وراح عند الوزير فرنجيه هو انت عم تحكي عن فتره انا عم بحكي عن 2009 ايه بس بال 2009 اول واحد لمح وليد بيك جون اول واحد يعني حكي حكي سلبي بحق 14 اذار كان كان وليد جون بعدين آه صارت صار بقت يعني 14 اذار يعني بعد في زخم كان بعد عنده زخم وبقت تواجه حزب الله كمشروع عقائدي امني مرتبط بسياسه خارجيه هي السياسه الايرانيه ويقدم مصالح ايران على مصالح الدوله اللبنانيه بقت المواجهه حتى صارت احداث سوريا انا عم بحكي على كل هذا المسار من 2005 حتى اليوم قوة 14 اذار بكل تلاوينا تتحمل مسؤوليه بنسب مختلفه عن ذبح ونحر هذه الحالة اللي كان ممكن تؤدي إلى إنقاذ لبنان وإلى على الأقل إلى يعني تصعيب استهداف واستباحة الدولة بالشكل اللي عم نعيشه نحن اليوم. قوى 14 أضر دون استثناء بلش بتيار المستقبل بقوات لبنانية بالحزب الاشتراكي بالطيار الوطني الحر اللي كان بال2005 اللي كان داخل هذه التشكيل الواسعة بحزب الكتائب بكل الأحزاب أول مين يعني طعن 14 أدار هو الطيار الوطني الحر ما بدي استعمل أنا كلمة طعن ماشي الحال أو الطيار الوطني الحر غير نقل السلاح نقل البرودي نحن نعرف شعارات طيب من بعدها بس ما حدا كان احسن منه يعني اخرت النهار بال 2016 رجعنا لقينا انه لا كلهم في في صاروا في مثل الطيار في الوطني في, الحر. في 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 فرق في ناس غلطت بالسياسي بس بقي خيار العميق انه بده دوله بلبنان الطيار الوطني الحر نقل البارودي وما بده دولي ما بده دولي ابدا، امبارح كان كان العماد عون فخامة الرئيس بالفاتيكان مش نعم بكل وضوح وامام الملا قال لهم سلاح حزب الله يحمي المسيحيين ومبارح بكركي ريندا جبور بحكي بالحكي السياسي بتقول البابا من طرح آه السؤال عن ومبارح, ومبارح بغض النظر من طرح انا بدي جواب ومبارح بكركي اشر باتجاه انه اللي اللي عم يمنع استمرار التحقيق بانفجار مرفق بيروت هو الثنائي الشيعي مع انه بيروت تفجر نص النص العاصمة وأنا بتعرف أنا زلمي أبعد ما أكون عن المذهبية والطائفية بس إنه هذا النص هو أكثريته هو بثقله الأساسي مسيحيين مش هيك؟ كلام انتخابي؟ مين؟ عن الرئيس صون عم أكيد يحكي. أكيد بس إنه هالقد نحن عندنا إمكانية نستغبي اللبنانيين اللبنانيين عندنا ذاكرة بس أنا برأي الشعب اللبناني في منه في في اللبنانيين في بالمجتمع اليوم بتحس في في نوعين من الناس في ناس ملتصقه بالزعيم حتى العظم شو ما عمل زعيمه شو ما ارتكب هو بحقله وهو ذكي وهو بيجيبها من تم السبع وبيبرروا وبيبرروا هن هن شغلتهم بس يبرروا شو ما عمل الزعيم بلف حلفائه ظبط حاله برون الهم برشا هن هن بيبرروا له وفي اسم اللبنانيين لا متضررين وبنفس الوقت بيحاولوا انه يدافعوا عن ما تبقى او على الاقل يدافعوا عن حلم في اعاده بناء دوله بلبنان بس للاسف هذا الاسم من الناس هذا الاسم عم ينزف هذا الاسم عم ينزف يعني انا بحس انه النخب اللي من لبنان من 2019 اليوم في لبنان بيقولوا حسب الاحصاءات الاوليه انه فات 300000 الف او 300000 الف في ناس بيقولوا وصلوا للنص مليون مش مهم انا ما عندي شراء بس على الاقل ما. نسمعها من من ناس بيعتبروا انه انه عندهم مراجع وانه بشوف المعطيات او الداتا تبع المطار قديش فل وقديش خرج وقديش فات بيقولوا في 300 الف شاب هاو النخب هاو 300 الف شاب متعوب عليهم هاو اهل الموظفين دم قلبهم لحتى علمونه هاو اكثريتهم منفكين عن الاصطفافات الطائفيه والمدنية شو رح ياثر هذا العدد على الانتخابات هلا؟ باثر كثير لانه ان شاء الله ينخرطوا كلهم وينتخبوا. ان شاء الله ينخرطوا كلهم وينتخبوا. لانه هذول احرار مع لانه الاكثريه منهم هي متمرده على الحاله الموجوده، الحاله المرضيه الموجوده. هي متمردة على استباحة السلاح للدولة اللبنانية وللدستور اللبناني وأمين عام حزب الله سيد حسن نصر الله مرة قال قال نحن من اتفاق الدوحة حتى اليوم ما عم نحكم بالدستور نحن عم نحكم بالتوافق يعني حطينا الدستور على جنب وبيجي بقى الأنوية. أنا وياك أنا, أنا فردي قدامي وحالتي الشعبية المستنفرة واللي معبقة وراي وبقول لك تعرف انا بدي هيك الدستور حط لي اياه على جنب واهم البدع اللي عم نعاني نحنا منها هي ما يسمى الديمقراطيه التوافقيه، هذه كذبه كبيره. لبنان كل عمره كان نظام توافقي، حتى بس قبل 75 بس بس ساعدتك ما حدا طبق هذه الديمقراطيه الا الرئيس الحريري. بخلال الحكومات السابقه ما كان يقبل يعمل حكومه الا ما يكون فيها هذا التوافق هذ يعني هو هذ هو هو من ضرب هذ مبدا الاكثريه والمعارضه والمويلات الاكثريه هذ والاقليه هذا غلط انا قلت لك انه يعني مكونات 14 أدار وبلش تطير المستقبل دون بعد الانتخابات شو رح يصير؟ صار في وعي بهذا الموضوع، بعد هذه الانتخابات رح نشهد نفس المشاهد اللي كانت قبل، رح يضلوا طيار المستقبل انا بهمني بعد الانتخابات بغض النظر عن حجم المعارضه الحقيقيه الشجاعه اللي ممكن تنتج على الانتخابات نعم. لانه المعارضه ممكن تكون انواع ممكن يكون واحد يعني نص معارض يعني او على الاقل بيعارض للحد اللي بيزعج خاطره م. المعارضة الحقيقية هي اللي بتسمي الأشياء بأسمائها. بغض النظر عن قديش رح يكون حجم المعارضة الشجعة اللي بتسمي الأشياء بأسمائها، المهم أن يبقى في لبنان هناك موقف وأن يبقى هناك ناس تؤشر إلى مكمن الخلل وإلى سبب ما نعانيه اليوم. أنا قناعتي سبب ما نعانيه اليوم هو سلاح حزب الله. يعني برايك مثل لو بعد ال 2016 ما صار انا مش عم برق الباقيين لو بعد الـ 2016 ما كان في الكتائب والاصوات اللي كانت مزعجه نحن اليوم كنا بغير مطرح كان ادائهم يعني ولو بالصوت انا أنا, هو. انا انا ما بدي اكل حق حدا حجم الناس المعترضين على سلاح حزب الله بالبلد كتار في ناس وينهم داخل ما يسمى الانتفاضه كلهم حزب الله الانتفاضه او الحراك الشعبي مم. وفي ناس وينهم برا مم. اليوم في قضيه الإداء داخل البلد انا عندي ما اخذ على الكل انا اول شيء عن 14 اذار ما عم دافع ما كان يسمى 14 اذار انا بقول انه بالبلد في قوه قوى سياديه ايه هذا الاسم او على الاقل خلينا نكون نستعمل اسم مش كثير لميع خلينا نتوضع شوي في قوى بدها دولي بالبلد هاي القوى معروفه هاي القوى كل اللي كانوا ب 14 اذار يعني بعد ال 2000 بعد ال 2009 بعد ال 2009 او بعد ال 2005 هودي ناس بعد ما طلع التيار الوطني الحر اللي بقوا هودي كلهم بدهم دوله بس هودي كلهم دون استثناء في عندهم فولات اليوم إذا إذا جينا بنحكي عن الحالة الموجودة بالبلد، إيه في في شيء اسمه أو في حالة اسمها الحراك الحراك اللي صار بالبلد، الحراك الشعبي أو الانتفاضة أو الثورة أو المجتمع ما بتحب كلمة البدي. الثورة؟ البدي. لأنه الثورة مختلفة مختلفة صحيح مختلف الأمور شوي أنا عم بحكي هون علمية هذا الحراك أنا مرات ولا مرة إلا ما كنا ما كنت أنا شخصيًا متضامن معه بس هذا الحراك خلى اللبنانيين يحسوا بساعه من الساعات انه هو يعرف ما لا يريد يعني هو رافض هذه الـ الـ المنظومه رافض الفساد ولكن لا يعرف ما يريد انا لما بدي اعترض على حالي اذا افترض في بوجه شخص خصمي السياسي انا معترض على إيديه انا لحتى يعني عرض كتافي للمسؤوليه واقدر واجهه بدي شخص وين اخطاء وعيوبه وين مكان من فساده وبدي اقول شو الحل ما صحيح شو عم يعملوا اليوم انا اذا انا اذا انتخبت انا اذا انتخبت طيب الناس كلها موافقه معك انه هذا البوجك مش عم مش عم يدير البلد صح وعم يروح باتجاه المصالح الخاصه والفساد اللي بدك اياه بس هذا مش كافي في التشخيص وفي بس العلاج اليوم في مجموعات اليوم عندها المشروع وعندها واضحة في في حكي بس ال بس هذه المجموعات ما مجتمعنا مبين انه القوى التقليديه متجذره متجذره جدا وبالتالي هاي المجموعات اذا توحدت بشكل ممتاز بالكاد تاخذ بعض الحواصل بعض المناطق طيب كيف لما بتطلع انت وبتشوف في مثلا خمس ست لوائح الخمسه او الست بيقولوا نحن باسم المجتمع المدني وكل واحد مسمي حاله اسم بالمقابل في في بال لائحه بال واحدة بالمقابل في لائحه او تنتين عم عم بيواجهوا وعندهم عندهم عمرها سنين يعني منها بيعود لخلفيات مذهبيه وطائفيه ومنها لزعامات تقليديه ومنها الى زبائنيه يعني بمعنى هودي اللي عم بيأيدوا هذا الزعيم المبجل العظيم جدا بين هلالين هو بيأمن لهم مصالحهم وهو بيأمن لهم ان يسترزقوا على على جوانب المؤسسات الدولية دون وجه حق والى ما هنالك يعني الفساد الذي يمارس في البلد طيب انا لما بدي واجه هذه الحالات الموجوده المتجذره واللي هي شريكي واللي هي ما بتدافع عن حالها لما بينحكى عن الفساد هي حجتها انه الكل هيك هي ما بتدافع عن حالها انا لما بدي واجههم وبدي اجي هالقد خلي القوى اللي بساعه من الساعات اعترضت بالساحات هالقد جزئها هالقد شتتها طيب, طيب ساعتها انا شو 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 عم بعمل؟ بدي اسالك سؤال اليوم مين اللي عم بيواجه حزب الله اكثر؟ هذه المجموعات يلي رغم تشتتها قررت تنزل وتخوض المعركه ولو يعني بوضوح او بشويه هيك ما كثير في مطارح ما كتير واضحه المعركه بوجه حزب الله او عزوف الرئيس الحريري، مين اللي كان اخذ القرار يواجه اكثر؟ شوف مش بيضلوا افضل من عزوف الرئيس الحريري؟ أه الرئيس الحريري عنده 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 شروطه وانا انا مع انه شروطه يعني او عنده ظروفه ظروفه عنده ظروفه واللي وصلت وصلت الامور لهون وانا لما بقول انه كل قوى 14 اذار تتحمل مسؤوليه انا عم حمل مسؤوليه لطيار المستقبل بشخص الرئيس الحريري هو يتحمل مسؤوليه وتحديدا حول طريقه مواجهه حزب الله الرئيس الحريري لو كان لو كانت عم تتم المواجهه صح ما كان لازم يوافق على قانون الانتخابات اللي صار ما كان لازم يوافق على انتخاب الرئيس, آه انتخاب عم. الرئيس ميشيل عون منه مضطر منك مضطر تجيب واحد اهم يعني اذا اللي بيعرف ميشيل عون اهم هدف عنده بده يدمر اتفاق الطائف ومش عارفين وين وين رايحين وانا ضد المس باتفاق الطائف في ظل السلاح حتى لو التعديل ضد التعديل بالدستور في ظل السلاح ليش لانه لما انت بدك تعدل دستوريا كل دساتير العالم تحمل داخلها اليه تطويرها فيش دولة بالعالم بتقول صحيح مظبوط كل يعني أنت بتطور الدستور من خلال الآليات الدستورية وبالتالي لما بتطور الدستور بيكون في رؤى سياسية مختلفة مجموعات سياسية كتل سياسية المجتمع عم يتطور صار في حاجة أنك تطور الدستور معه بتجتمع القوى السياسية وميزان القوى داخل الهيئات المنتخبة داخل المجلس النيابي أو مجلس أو البرلمان هذه يعني بتروح تتوحد على رؤية وآخر شيء الحل بيكون يا يعني بالتصويت بالمجلس وفق أكثرية موصوفة أو بتعمل, شو رح يصير أو, رح أو بتعمل, أو استفتاء ما فيكش <applause> أنت تروح لحتى تعدل الدستور اللبناني بظل حالي في واحد حامل سلاح ومستنفر وعنده قوة عنده فائض قوة كبير ومرتبط بدولة أجنبية تريد لبنان ساحة لسياساتها وانت رايحة رايح تطور الدستور هو اكيد عباله يعدل الدستور اللبناني بس مين قالك لك مثل ما انت بدك مين قال لك ما انت بدك وبالتالي ما فتح الباب رحنا على المجهول وبالتالي نحن اذا بدنا نشتغل صح يجب ان نرفع شعار هلا مش هلا تغيير النظام وهذا من الشغلات يمكن أن ألم... ما بتفق فيها مع حزب الكتائب مش هلا رفع شعار تغيير النظام هلا شعار تطبيق اتفاق الطائف بشكل كامل وجدي اتفاق الطائف لما بيقول لك انه نحن عندنا اليه لالغاء الطائفية السياسية اول شيء بتروح باتجاه بس هو حزب الكتائب بيقول انه اليوم تطبيق ما بيصير كمان بظل السلاح عاد. وبالتالي الشعار اليوم بده يكون هو شعار يعني استعاده سياده الدوله، هذا الشعار الاول وخلفه تطبيق الدستور وتطبيق اتفاق الاتفاق الاتفاق الوطني كاملا وبعدين وقت اللبنانيين بيكون ما بيعود في على 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 فوق روسهم في قوه خارج القانون عم تتحكم فيهم ساعتها يقعدوا اللبنانيين باي ساعه من الساعات ويناقشوا ويناقشوا اللي بدهم ويشوفوا شو بدهم يطوروا، وشو بدهم يعدلوا، وشو بدهم يخلوا يعني بالنهايه في حكمين يا اما حكم السلاح يا اما حكم القانون والدستور طبيعي طيب إيه آه انعكاسات قرار الرئيس عزوف الرئيس الحريري عن الساحه السنيه برايك لوين رح تودي وخاصه بوجهه نظر او ما يتعلق بوضع حزب الله انا تقديري اولا آه اتوقع إنه عزوف الرئيس الحريري عن عن الترشح ادى الى حال تلبك. وين؟ بالساحه السنيه طبيعي بالساحه اللي بي بيشتغل فيها طيار المستقبل. نعم ادى الى حاله تلبك. وهذا التلبك ممكن ينعكس آه عدم اقبال. ممكن ينعكس تشتت في الصندوق. انه بدل ما تكون قوتك انت موحد معين عم تصب خلف شعار سياسي متعوب عليه ومشغول وهذا الشعار ينسجم مع مصلحه البلد وعلى الاقل يؤسس لمرحله بتناضل فيها من اجل ان تستعيد دولتك وسياده دولتك وسياده قرارك من اجل ان يكون هذا الشعار يخدم هذا الهدف انت اليوم رحت الى محل في حاله من الضياع في حاله من التشتت في ناس عم تقول انا ما بدي اروح انتخب انسجاما مع اللي قاله الرئيس الحريري وفي ناس بتقول هيك وراح تروح تنتخب من تحت الطاوله الله اعلم كيف شعار سياسي يجمع الناس ما في في حال ضياع. تعتقد رئيس وبتقف الحريري وبتقف ما تقف رح يشارك بالانتخابات؟ هاي... اليوم هي. كل المعلومات بتقول غاطس الى الى ابعد في تقديرات مدى. مختلفه في تقديرات مختلفه في هن يقولوا انه مش رح نشارك م. وفي وقالوا انه ما حدا ينزل باسم الطيار لا يترشح ولا ينتخب باسم الطيار وفي ناس بيقولوا انه راح يروحوا يشير ينتخبوا بعض المرشحين دون الاعلان عن ذلك وفي ناس اكيد راح يقطعوا اذا كان عامل لك في حاله من التشتت والضياع هذه الحاله من التشتت والضياع شو بتوصل بتوصل انه حزب الله يكون مرتاح بالمعركه الانتخابيه بتوصل انه احنا اقبال الناس اللي بدهم دولة بالبلد على التصويت رح ينزل رح يخف هم مستنفرين من اجل حالتهم أو من أجل الدوائل اللي عم تبلع الدولة وهن ممسوكين بأليات حزبية يعني وتعبوية مجربة هن بينتخبوا ونحن ما بننتخب وبالتالي انا اتوقع انه الاكثريه تكون لمصلحه حزب الله بالمجلس اللي جاي لذلك انا قلت لك المهم يكون في نواه معارضه شجاعه تضل تضوي على مكمن الخلل بس نحن جايين على مرحله صعبه كثير نحن جايين على مرحله صعبه كثير لانه القوى اللي الى, م... إلى مصلحه حقيقيه في ان يكون في لبنان دوله كامله السياده هذه القوى تشتتت وتفسخت وبدل ما تفتش على اللي بيجمع وعلى اللي بيعبر عن مصالح كل اللبنانيين راحت بساعه من الساعات تفتش على مصالحها الفئويه والحزبيه الضيقه وبدل ما يروحوا يجمعوا كل قوتهم ليواجهوا هذا الخطر اللي عم ياكل البلد واللي عم يدمر البلد واللي خلى الدوله اللبنانيه غجاء شفاف مهري ما إله ولا قيمه ونحن اليوم غرقانين بالبطاله وبالفقر وبالجوع وبالتعثير ومؤسساتنا التعليميه عم تنهار ومؤسساتنا الاستشفائيه عم تنهار وشبابنا اللي حطينا دم قلبنا على عم بفلوا الله اعلم وين 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 بتزت الايام ونحن بساعه من الساعات بسبب عدم تحديد مهمه مركزيه للقوة اللي بدا دولة بلبنان واللي حقيقة بدا دولة بلبنان راحوا يلتهوا بمصالحهم الفئوية والحزبية ودمروا هذه الحالة الجميلة، الحالة الوطنية الهامة اللحظة التاريخية بتاريخ لبنان حالة 14 أذار 2005 وبالتالي كلهم بيتحملوا المسؤولية طب ليش اليوم ليش اليوم سعادتك عم يعني مثل وكأنه القوة الحريرية بعدها موجودة مثل ما كانت ليش ما فينا نعتبر انه الرئيس الحريري اعترف بفشله عن المرحلة السابقة وقرر يزيح واليوم امام اللبنانيين وخاصه الساحه السنيه خيارات كثيره انا انا ليش ما بيختاروا انا 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 ما بريت طيار المستقبل أي من أنا المسؤوليه واضح كنت من المسؤولية صحيح صح. وانا ما بدي حمل المسؤوليه لحاله لا عم بقول اذا ايه. هو اكتشف انه هو كان... هو اكتشف انه بالبلد في حاله اسم حزب الله هو عنده قناعه وقناعه راسخه انه هو ما بده يفوت بحرب م. بس انا عندي قناعه من زمان انا كمان بدي بديش بحرب أنا لما علقت الحرب الحرب الأهلية بال 75 أنا كنت أول سنة جامعة وما بدي أعيد هالتجربة وما بدي أنا ساهم إنه ابني بي بساعه من الساعات أو 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 قرابتي أو حفيدي يعني أمن له الأجواء لنرجع نفوت بهالتجربة ما بدنا حرب بس مبلى في إمكانية لمواجهة حزب الله لمواجهة حزب الله بدون ما نروح على على حرب أهلية لأنه الحرب بدها طرفين صحيح بس لازم على طول تواجه مش معناتها اذا ما بدك حرب اهليه بطل تواجه نحن من 2005 ل 2011 2012 لما كان الشهداء كنا عم نواجه بالسياسي وكان عم يسقط شهداء سقوط الشهداء واحد ورا الثاني من اهم شخصيات لبنان اللي كانوا من صناع الراي العام في لبنان كانوا عم يستشهدوا او عم يستهدفوا لان كانوا في الموقع الصح كان خطابهم وموقفهم لأنه ما كانوا عم كان خطابهم كانوا... وموقفهم واصرار على استرجاع الدوله عم يزعج الطرف اللي اللي مستبيح الدولي وبالتالي حاول يزيل من الوجود وزال اسم من الوجود منهم كان لازم يتكفى بالمواجهه سعادتك في حال هيدا المجلس تجدد له بالشكل اللي هو فيه او بشكل قريب وحافظ حزب الله على الاكثريه شو بتتوقع المرحله مزيد ما بعد؟ مزيد من التدهور في القوة الشرائية للمواطنين مزيد من الفقر مزيد من البطالة مزيد من التفسخ مزيد من الهريان في المجتمع اللبناني بدك تصير تشوف سرقة أكثر وسطو أكثر يعني وجر... ما وصلنا على جهنم, وجر... جهنم شو ش... ليش جهنم إلى قرار هي جهنم بل احنا بجهنم بس جهنم إلى قرار إلى قعر ما نقع في مطرح شوي حريق في مطرح كتير حريق رايحين على ما... كتير حريق يعني. ما... ما... ليش قديش آه... الشعب الإيراني بي... بيعاني له 43 سنه مش هيك؟ طمنتنا شو لك؟ شو لك؟ اله الشعب الايراني لك ايران من اكبر الدول بالمنطقه ومن اغنى الدول بالمنطقه مش هلا هن مجبورين بحالهم بس نحن مش مجبورين فيه هن يصفلوا هذا خيارهم بس انا انا لما بشوف انه بايران هذه الدوله الغنيه الدوله الكبيره اللي عندها اقتصاد متنوع مش هيك؟ وانا كمراقب عم شوف الانتفاضات اللي عم تصير داخل ايران المرة الماضية 170 مدينة انتفضوا بس من لق... من شان لقمة العيش ليش الشعب الايراني بده يكون بده يكون جيعان لحتى انا اعمل دولة وثورة واوعد كل دول المنطقة الحدي انه انا جاي جاي خربط لكم الوضع الداخلي عندكم ليش ما بعملش سياسة تحسن الجوار وبعمل دولة وبدير دولة طامحة طامحة لشو؟ ما في إلا هذه هيد... هيد... الطريقة أصلاً كل دول العالم الدول الحقيقية تطمح إلى تأمين حالة استقرار لشعبها ورفاهية وتطور وتقدم في كل المجالات المجالات العلمية والمجالات الفنية والبدك والبدكيات روحوا ديروا ثرواتكم وخليه يتطور شعب، الإيراني وشعب الايراني شعب عريق وشعب عزيز وشعب جار حضرتك من الطائفه الشيعيه، ما, نطائف ما نعم. عندك حضرتك من الطائفه الشيعيه، ما عندك اليوم خوف من التمدد السني بالمنطقه وما بتطمح انه انت يكون عندك أنا كمان بتطمح. حفاظ أنا... على وجودك داخل هذه البيئه لي. العربيه السنية لك لك اكثر ناس بيتسببوا بحالات مذهبيه عند السنه او عند غير السنه هن الحالات المذهبيه بالطوائف الاخرى كل الحالات المذهبية بتغذي, بتغذي بعضها بتغذي بعضها إن شاء الله نفكر حزب الله عم بحرب مذهبية عم بغذيها طبيعي لأنه حزب الله وقت اللي بيطلع بوجه داعش بيقول للشيعة أو لكل اللبنانيين هذا الواحد جاي كلكم وبالتالي آآ يعني آآ شدوا العصب خل خلوني أنا مثل ما, مثل ما أنا لحتى واجهه وداعش شو بتقول للناس الباقيين نفس الشيء بتقول, بتقول لهم هذه الحاله الايرانيه كمان اللي عم تستبيح آه مثلا افترض اهل السنه مثل ما هن بيحكوا بين بعضهم نحن بنواجهها لانه اللي عرضوا الطيف اللي مش قد الحمله وبالتالي الحالات المذهبيه المتطرفه بتغذي بعضها نحن نريد صح. انا انا ما ب... نحن نحن عشنا بلبنان بفتره كان عندنا دولي وما كانش عندنا هذه الهواجس بوجه بعضنا البعض وكان في رغم كل الخطاب الشعبوي اللي كان مرات نسمعه مرات كان يخبو مرات كان يعلو بس انه كان بشكل دائم ناس عايشه وعم تتعلم وعم تتقدم ويبقى يصير بدك بدك موظفين الدوله تعمل كونكور واللي ينجح كان يفوت او كان يامن فرصه عمل وانا على الاقل بتذكر يعني قبل بدايه الحرب كيف يبقوا الناس يروحوا على دور المعلمين كانت أيام كانت يعني طبيعيه عايشين طبيعي ببلد كان طبيعي الناس يروحوا يعملوا مباريات دخول واللي ينجح ياخذ فرصه تقدم بدون بدون ما توقف على باب الزعيم وتنذل وبالتالي لا نحن نحن الحال الموجودين فيها حلبي. انا بدي اقول لك بس فكره صغيره حتى ما أخذت لك وقت كثير اليوم بالبلد في حالي اسمه حزب الله وعندهم حلفاء وعندهم أكثرية نيابية وعندهم رئيس جمهوريه البلد يبي يعملوا طيب يتفضلوا يحكموا هذا حكمون هذا اللي فيني البلد. أدموه للبلد قدموه بحكومه حسن دياب لانه كانت حكومتهم هذا اللي فيني أدموه اذا انت قوه سياسيه واذا العالم شو. بعد بدها شو بتعمل لك هذا من غسل دماغ ومنلعب على 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 على, على, على الوتر المذهبي وبنفس الوقت من تهديد بالسلاح اوعك تفكر كل الناس الساكته انه انه كل كل الناس مبسوطه في ناس عم تأمن مصلحتها الشخصية وفي ناس عندها عمى مذهبي عمى مذهبي يعني لما بصير في حالة تعصب مذهبي ببطل الإنسان يشوف مضبوط بصير يشوف الأمور كلها بلون واحد مصلحة جامعتي أو مش مصلحة جامعتي باختصار خليني بس أسألك هل ستكون العودة الخليجية مدخل إلى المخرج من هيدي الأزمة ما بعد الانتخابات بشك دول الخليج ولا ولا مره الا ما أرادوا الخير للبنان. ولا مره. ولبنان كل عمره لما كان في دوله يبقى مثل 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 الورده. لبنان كان علاقاته ممتازه مع كل الدول العربيه. وانا بعتقد انه انا يعني رايح كثير وجاي وعندي احتكاكات وعندي علاقات مع مع اصدقاء عرب. كلهم يريدون الخير للبنان. بس والعامل العربي دائما ممكن يكون مساعد. لأن يستعيد اللبنانيين اللبنانيون وعيهم ويحددوا بشكل دقيق مصلحة بلد وين ولكن العبء الأساسي على اللبنانيين العبء الأساسي على اللبنانيين كل دول العالم قليل ما تشوف دولة بالعالم من الدول اللي بتحترم حالها وعندها مؤسسات هي ضد أنه لبنان يكون معافى كل الدول حريصة على لبنان يكون معافى لبنان شكل نموذج بيوم من الأيام اللبنانيين بحضورهم بالعالم كله دمروا حزب الله لبنان طبيعي حزب الله دمر لقمه عيش اللبنانيين داخل لبنان وبرات لبنان برات لبنان جزئيا داخل لبنان كليا ما بعد الانتخابات رح يصير في اتفاق مع صندوق النقد الدولي او مسرحيه بده يصير عم يسعوا لحتى يكون في اتفاق بعدين في شغله اكيد انت ليش انت انت, انت, و... انت انت كانسان متابع بتعرف انه كل شيء في شركات ودول بتقول انا حتى حط ايدي بلبنان بدي فيزه البنك الدولي يعني بدي بدي البنك الدولي يقول او صندوق النقد الدولي يقول انه خطه التعافي للحكومه اللبنانيه بس صار لهم ثلاث سنين عم بي عم بي عم بيتحاوروا بهذا الموضوع وما عم بيقدروا يوصلوا هذا بدل فيه. على عقم المنظومه هذه المنظومه انا برايي بدك بدك رايي هي حالي يقودها حزب الله وانا قناعتي من زمان حزب الله في يعمل شغله حزب الله في عركش البلد حزب الله في عيق البلد حزب الله في سم البلد بس حزب الله ما في قود بلد اذا بده قوده بيطلع بقودوا هلا يعني الى مز... مزيد ما... طبيعي محسومة. لما لما انت لما انت بت... بت... بتغيب المنطق بتغيب امكانيه الحوار بتغيب, بتغيب... بتغيب... يعني انت برأيك بتغيب مصلحه لبنان بتحط مصلحة لبنان سابعة أو عشرة وبتحط مصلحة دولة أجنبية قبل مصلحة بلدك ما رح تقدر تعمل وقت اللي بيكون في حالة شعبية ضدك وحالة شعبية محقة بتواجهها بالنار بالحديد والنار قوة 14 أذار تقتل منهم عشرات المسؤولين من نخب البلد لأنهم كانوا عم بيواجهوا وهذه الانتفاضة اللي صارت ب 17 تشرين شفنا صبروا عليها شيء شهر ونص انه يعني بلكي بتروق وبعدين بلشوا يخونوا حدا بيخون شعب منه لاي برأيي اللي بيخون شعب منه لاي لازم يفتش على الخيانه بمحل تاني سعادة النائب السابق أمين وهبي أهلا وسهلا فيك بهذه الحلقة مع أنه كان بعد في مواضيع كثير حابين نتطرق لها ولكن لدي الوقت مشاهدينا الكرام شكرا لك. فاصل ومنتابع حلقتنا مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا فيكم بدنا نعتذر على التاخير ولكن بسبب وضع الطرقات تاخر ضيفنا وبدنا نرحب فيه كمان اهلا وسهلا فيك المحلل السياسي والصحافي الاستاذ اسعد بشاره شكرا استاذ جميع الاعتذار منك من المشاهدين يعني بيروت من جوني لبيروت نادرا ما يكون في شويه عجل 500 الف تنكه البنزين آه نادرا بس اليوم على حظنا ماشي تنفوت دغري بالمواضيعنا اليوم بموضوع ملف الانتخابات عم بينحكى رح تصير الانتخابات وبعد في كتير ناس عم بتقول في إمكانية للتأجيل وإخرها السيد حسن نصر الله كب التهمة على الأمريكان في حال تم تطهير الانتخابات إلى ما هنالك شو رأيك اليوم آخر مشهد للانتخابات؟ كل ما قربنا نهار من 15 أيار يعني مم. عم يتأكد أكثر وأكثر أنه رحينا على انتخابات نعم. صار احتمال تأجيلة أصعب مم. واحتمال أنه تنعمل فركوشة لحتى تطير الانتخابات أصعب طبعا في اتهامات متبادلة ولكن بعتقد انه من جهه المناخ الدولي والعربي كله يريد اجراء انتخابات من جهه حزب الله ما بعرف ليش التهمه رماها لانه واضح الموقف الدولي واضح والاطراف هو عم بيقول انه ما بقى في حماسه لدى الغرب لانه نتيجه الانتخابات صارت معروفه هو لانه بعتقد انه حاطط نتيجه الانتخابات ال 65 نايب وطلوع بجيبته وهذا شيء لحد هلا ممكن الحصول لكن مش بالجايبه منا بالجايبه وبالتالي يعني فيها شيء من حرب نفسيه على الناخبين وإدعاء القول انه النتيجه مضمونه من هلا انا بقدر اقول انه النتيجه منا مضمونه من هلا اثنين رغم انه هو له ارجحيه لانه لعده اسباب لانه هو غرفه عمليات وحده تقود مجموعات حلفاء حزب الله في حين الطرف الاخر المفترض يكون بالمواجهه هو الى حد ما مشتت وبالتالي هو عنده ارجحيه مشتت وغايب يعني موجود ولكن, نص ولكن وغيب. مشتت يعني لما بتكون حزمه الحطب كل عود لوحده سهل كسرة اما اذا كانت حزمه واحده مختلف الجو عن 2009 عن 2005 طبعا نحن ما عم نعيش باجواء 2009 ولا 2005 ولكن ما نسقط من حساباتنا وهذا الشيء اللي بنتامله ولكن عم نحلل فيه هلا ما بدنا نحكي بالتاملات بدنا نحكي بالتحليل انه في كتله معينه دولية للمعلومات قالت عنها انه 40% أنا ما بستبعد إنه تكون فوق ال 20 ال 25% لم تحسم وفي صوت على أي كتلة عم تحكي؟ من الناس اللي بدها تصوت بكل بالدوائر ال 15 أو الدوائر إذا بدك الخارجة عن الاكثريات الشيعية بتحكي عن نسبة الاقتراع نسبة الاقتراع في النسبة إذا افترضنا رح يصير نسبة الاقتراع من 50 ل 55% بالمية. من هال 55% بالمية 40% بالمية منهم أنا بقول فوق ال 20% بالمية. اه أو اوكي هاو بعد مش محددين شو بدهم يعملوا وهاو إذا عملوا إذا راحوا هيك شيء نتائج شيء وإذا راحوا هيك تأثير على نتائج شيء آخر لأنه في شيء اسمه على المنخر طيب إذا هذه الكتلة من البشر قررت يعني عملت موجة باتجاه ما سواء تصويت للمجتمع المدني او للقوى معينه تغيرية. مع او ضد بتغير بخريطه النتائج وبالتالي نحن امام الحقيقه صوره غامضه واذا بدي افصل لك يا استاذ جيمي بقدر نقول عن ثلاث ثلاث بيئات او ثلاث انواع م. من الدوائر فيها شيء من عدم التوقع بالصوره يعني, يعني, انا بدي اسالك يعني اي دايره هي الدايره مثل ما بيقولوا ام المعارك عند عند حزب الله هل هي دايره بيروت الثانيه اللي فيها 11 مقعد من اهم الدوائر بالنسبه لحزب الله بس مش الوحيده مش وين الوحيدة وين البقيه طرابلس البقيه البقيه ما يعني الحلفاء خاصه المسيحيين والسنه بالنسبه له بعتقد اهم يوازي اهميه من قصه اقفال الدوائر الشيعيه اقفال الدوائر الشيعيه للاسف بدي اقول رايي انه حصل قبل السرفند وبعد السرفند حصل لانه في صعوبه جميع انك الصوت يواجه بندقيه لانه في تشتيت ولا لانه لا. بس قصه لا, الصوت البندقيه لو بتشيل البرودة من 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 راس الناس بيفلت شرائح من الناخبين مش كل الطائف الشيعي بس في كثير ناس نزلوا على الارض بوجه حزب الله ب بي 17 تشرين هو متعرض عم يسعى بالانتخابات يقول انه هو مجموعه هودي فرافيط لا عملة؟ لا يؤثروا او عملا سفرات او عملا شيء من هالنوع انه هودي لا يؤثر ولكن الاسلوب هو اسلوب ترهيبي بامتياز ويسقط مشروعيه النتائج بالعمق يسقطها كيف يسقطها اذا الواحد اخذ عدد النواب كلهم بمنطقته وهيدا النظام نسبي يعني بينزل بياخذهم بينزل يعني, يعني اكثر يعني حجته معه اكثر حزب الله عملكم نظام نسبي بينزل بياخذهم وبرضه عم بسكر اللوائح بمناطقه اذا عنده القدره ينزل يمنع اعلان لوائح اذا عنده القدره يقول علنا انه هاودي خونه وتابعين لامريكا واسرائيل انه هاودي كذا اذا عنده القدره يمارس كل انواع الاقفال والتسكير لبيئته وما حدا بيساله بت بت ساعتها بتقول انه النتائج هي نتائج ديمق... تحت كلمه الديمقراطية انه هو يمثل 99% لا غير صحيح نتيجه يعني ما يسبق الانتخابات هو مؤثر بعمليه النتائج عوده الى دوائر دوائر فاذا الاهميه الكبرى هي بالنسبه له الدوائر المسيحيه السنيه الدرزي لانه من هو بيركب اكتريه ما بيركب اكتريه سبعة 27 مقعد شيعي او 26 اذا ما توفق المقعد الشيعي بجبيل الدوائر السنيه بيروت وطرابلس بيروت طرابلس عكار منيه من ظنيه بقاع غربي زحله أه، كل الدوائر السنيه اقليم اوكي كل هذا هد... بعلبك الهرمل كل الدوائر السنيه الدوائر المسيحيه بمعظمها بمعنى الوقوف خلف حليف المسيحي بجبل لبنان التيار الوطني, الحر وحليفه الاخر سليمان فرنجيه والحزب القومي السوري الاجتماعي فاذا يريد معركته الأساسية خارج البيئة الشيعية أنا بعتبر البيئة من سهل تسكيرة أوكي رايحين على شيء غامض بهذا الموضوع بالبيئة السنية والمسيحية بالبيئة المسيحية بقدر أقول لك أنه في تغيير بس مين قد بيعرف حجم هذا التغيير ما حدا بيعرف في بشمال دائرة كبرى اسمها دائرة الشمال الثانية بسموها الثالثة أنا ما الأرقام هي بترون كرة بشري صغرتها بعت الثالثة بعتقد زحلة مؤثرة جدا، م. بيروت الأشرفية مؤثرة جدا، المتن كسروان وجبال، آه شوف علي كله عم نحكي عن دوائر كسروان وجبال، آه بالمتن الصوت الشيعي رايح مع حفيده للرئيس امين لحود لا مش مضمون بيقدر حزب الله يجير لائحه حتى... العونيين كمان ما في شيء حتى بجبال حكي عن انه في بعض الاصوات الشيعيه ممكن تروح لفريد هيك خازي بس ما فيك تغيير كمان بالخطاب تبع آل المر اليوم المرشح عم بيقول انه حزب الله هو مقاومه سئل اذا هو مقاومه ولا بيتحمل مسؤوليته قدام الناخبين رح يتحمل يعني مسؤوليته خلينا نشوف خلينا, خلينا نشوف الناخبين المتن اللي عندهم خيارات معينه هيدا هيدي الدائره هي قلب جبل لبنان هي قلب جبل لبنان هذه الدائرة عطت للعماد مش العام 2005 على أسر رد فعل عنيفة على الاتفاق الرباعي عطته آه بالقانون الأكثري بعتقد سبعة واحد وكان ممكن تكون ثمانية 0 اليوم 2009 جددت له بنسبة خمسين بالمية وأكثر وأكثر بال 2018 على النسبه حفظت له على ما تبقى من موقع اليوم شو قصدك انه حزب الله عم بيرد له الجميل بس شو في بالمتن هلا خلينا نفوت متنيات لانه في بالمتن لايحة للقوات اللبنانيه في لايحة للكتائب اللبنانيه في لائحه او اثنين بعدين لائحه كتائب ومستقلين ومستقلين في لائحه لمواطنون لأ ومواطنة صحيح طيب اذا اجتمعنا اذا اذا قيمنا عمل هذه اللوائح المواجهه للائحه حزب الله التيار الوطني الحر لانه انا ما بقول انه هذا هذا مجير لحزب الله اذا استعرضنا وضع كل لائحه بنشوف انه كل هذه اللوائح من زاويه او من اخرى هي مؤهله تكون يعني تكون جزء من عمليه تغيير معينه لا يعني ما بقدر فرق كثير سواء من مثلا لائحة الكتائب اللي شفنا الشغل اللي انشغل بموضوع المحاسبة والاستقالة من الحكومة والاعتراض على كل الواقع السيء القائم لائحه اللغة اللبنانيه اللي طلعت متاخره من الحكومه ولكن طلعت وصارت ما عادش فيها تفوت هلا ولن ولن تدخل الى شرب النحاس ولن تدخل مبعد. بعد الانتخابات لا. بعد الانتخابات مين بيضمن؟ لا اعتقد مين بيضمن؟ هلا بلبنان ما حدا بيضمن ما حدا بيضمن بس انا قراءتي الشخصيه لا اعتقد لانه في ناس بتقول اليوم هذه المعركه الانتخابيه هي بالنسبه للمنظومه هي تحديد احجام طيب من بعد ما يتحددوا الاحجام يكون في شخص عم بيفاوض نسبة لطيفته يعني اللي عنده أكبر لا هيدي بالمبدأ مش على قصة تشكيل حكومة أو شيء أو شيء بحط يعني مكاسب مقابل عدة أمور إن كان بالحكومة أو خارج الحكومة فلنتصور هذا الأمر ونقول إنه الوضع الانهيار اللي وصلت له منظومة حزب الله بمعنى قائمة بقوة بقوة سطوة حزب الله يعني لا اكثر ولا اقل. طيب هيدي رح تسعى لتجديد شرعيه شعبيه بالحد المقبول لتقول انه انا لا على قيد الحياه. متن او كسروان جبيل او علي أو, او 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 كل هذه الدوائر، هل ستعطي هذه الامكانيه لهذه لهذه القوة؟ يعني اذا بدك تحكي منظومه، المنظومه الحقيقيه بس كمان اليوم بتركيبه اللوائح يعني في 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 الانا بتركيبه اللوائح مش بس لدى الثوره. يعني اليوم صديقك و العزيز على قلبك الدكتور فارس سعيد اليوم كمان عامل الليحة هو والاستاذ منصور البون بشهادة كل الناس الخبرة بالأرقام بيقول لك هذه الليحة مش قادرة تجيب الحاصل وبالتالي عم بيجمعوا هذه الأصوات وعم ياخذوا هول الأصوات من درب اللوائح الثانية يلي هي سيادية يمكن أقل منهم انتبه لأنه أنا ما عم شكك بي بي بالسيادة تبعهم لا. ولكن شو عم بيعملوا؟ ما عم يقدروا يجيبوا الحاصل عم تروح الأصوات كلها خارج المعركه هلا اذا نجح لفارس سعيد عنده ثقه بنفسه لدرجه انه هو آه رح يكون نايب هيدي بيعطيها لما انا ابن ولا بوجه له <applause> تحيه <applause> بيعطيها للكل بغض النظر اللي حواليه بغض النظر عن شاطر فيها هيدي آه بغض النظر عن قراءته هو آه لامكانيه نجاحه او لا بس انا بدي اقول بدي أه ما بدي ارى أه مين على مين الحق ومين عليه حق ومين ما عليه حق انا بدي أقرأ النتائج الكارثيه تبع هذا الموضوع يعني طيب بس يوم... ما في مسؤوليه اليوم بيتحدد اليوم بده يتحدد المسؤوليه على مين عم بيخوض الانتخابات اليوم خوض الانتخابات بياثر على نتيجه الانتخابات ايه بس بدنا نقراها بنتائجها انا يعني اذا بدي اقعد حاكم هلا بقول لك فارس سعد ليش بده يقعد بالبيت ليه, بديو... ليه بديو... كل واحد إله حق طيب كل واحد طيب. إله حق اذا بدي فوت موضوع شائك وحساس اكثر ويمكن ما بحب فوت فيه انه تبع القوى اللي تقريبا بنقول عنها سياديس سواء منا اللي عمل زحطات كبيره واللي تراجع عنها او اللي فات برهانات ورجع عدل او اللي كذا يعني بالمعنى الكبير للكلمه انا ما في مثلا حط يعني ما في يعني حطهم ولا بواحد بالمليار بشبههم بما قام به العماد عون من العام وخمسة الى اليوم طيب هادي انا قصدي هادي انا قصدي اليوم اللي عم يعملوه رح يفيد الفرقاء مم. الاخرين صحيح تكمل. أنت طيار الوطن الحر انا رح اوصل للشيء اللي انت حضرتك عم تطرحه تتكمل لك طيب انا يعني بشوف الهوامش او الهوامش الخلافات هيدي بشوفها ضيقه وصغيره كثير صحيح هي فعلا يعني كان يجب ان يكون الجميع من هاد الناس اللي عم يشتغلوا بهذي بهذا الجو وهذه القناعات بلوائح واحده والا بيكونوا هم عم بياسسوا الى تشتيت نفسهم وخروجهم إضعاف مهما كسبوا من نواب، يعني ما الو معنى بعد انتخابات 2015 ايار انا اجي نضلنا نتماحك طب افترض طلعت كتل نيابيه، طب وين المشروع والقناعات اللي بتجمعها؟ في قناعات بتجمعها، شئنا أو غصبا عنهم كلهم هم عم يشتغلوا تحت في القناعات وعم يستفتوا الناس، غصبا عنهم كلهم هيدا مش شغلة إرادية وقال روح كون حليف لحزب الله أسهل عليك كتير وهي عم عملية سهلة بتاخد نواب ووزراء وبتعيب بتفوت بالتعيينات بس إذا أنت عم تقول أنا سيادي أنا أريد التغيير أنا صرت شوف أنه في واقع مدمر يجب أن نواجهه بالبلد طيب بتنط على التفاصيل وهي التفاصيل مهمة طيب ليه ما بتقعد هذه الناس مع بعضها ما بدي فوت أنا هلأ ليه ما بتقعد لانه شيء مؤلم، ما بدي احكي صحيح. فيه ما بدي الراي ما بدي احكي فيه، بدي احكي وكبير بال... صغير قدام المشهديه اللي نحن مبين بدي احكي قدام النتائج الكس... الكارثيه لعدم اتفاق هذه القوى، طيب في قوى تغييريه بالمجتمع المدني حقيقيه آه سياديه وشايفه الواقع وفي آه كادرات كثير مهمه ممكن تتعاون قوى حزبيه او اهليه مع قوى مدنيه وتشكل نحن اليوم شكل يعني شيء اسمه انقاذي للبلد لانه نحن اليوم منا بحاله طرف مش عم نتغنج انه هاي معركه بسويسرا هاي مش بسويسرا هيدي انتخابات ببلد غرق لما الانتخابات ببلد غرق مش حد. مين بوج الفساد اه ولا بوج السلاح برج اثنين لانه الفساد حامل السلاح م. والسلاح يتغذى والسلاح يتغذى من الفساد مم. لما لما نصر الله وقف ب 17 تشرين وقال انسحبوا من من, 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 الشوارع وقالوا رفع اصبعه ممنوع الدق لا برئاسه جمهورية ولا اسقاط حكومه ولا انتخابات نيابيه ممكن شو بيكون عم بيقول؟ عم بيقول هاي منظومتي بالتالي هيدي الواجهه السياسيه الكبرى هاي المكتب السياسي تبع السلاح مشهد مجلس النواب بعد الانتخابات كيف تتوقعوا؟ أول شيء ما بقى في 14 و 8 لا في 8 بقى. بس ما في 14 أي صحيح صحيح كيف لأنه المشهدية؟ لأنه هو بيقدر يجمع كل حلفاء إفطار أو غير إفطار حول العناوين الكبرى اللي بتهمه، أما بالخلافات الداخلية بيتركهم إنه آه على اللعب الحلو صلوا فيها اللعب الحلو هو مع اللعب الحلو، م. بالتالي يعني قادر يجمع بعد الانتخابات نبي بري وجبران بسيل أكيد وإذا ما جمعهم هلا قبل، ما هو جمعهم بلوائح صحيح وهو اللي جمع. جمعهم عمليا جمع يعني اللي قال عن علي حسن خليل عن قصر عبده أنه بتوصل العملات على أسرب عبده واللي قالوا عنه هني أنه بلطجي وغير بلطجي وأنه شبيح وشي من هنو قاعدين يعني ناخبينهم رح ينتخبوا للبلطجي والحرامي تحالف البلطجي والحرامي فإذا تصور قديش عنده قدرة يجمع بالمقلب الآخر لا يوجد راعي عم بحكي داخلي ما بدي بالخارج لا يوجد قدرة على الالتقاء للأسف في خارجي؟ في راعي خارجي ممكن يكون؟ لا لا غير موجود كم تقصد السعودية غير موجود م. وين, وين, ري... الرعاية؟, وين هي الرعاية؟ مجلس النواب؟ الرعاية؟ مجلس النواب كيف رح يكون التقسيمات إذا بدك يعني هل هناك رح يكون أكترية ثمانية أدار بالمجلس من دون يعني في ناس بتقول أنه في حوالي 15 20 25 نايب تغيير ممكن يدخلوا إلى لك الصورة الصورة لك الصورة التراجيدية المعركة على ال 65 زائد واحد هي أولاً ما حدا يقول تلتين ما حدا يعني كذا المعركة على ال 65 زائد واحد طيب ال 65 زائد واحد من طرف حزب الله بيشكلها من حلفاء معينة إذا بأول احتمال إذا ما وصل لل 65 م. قادر بعملية تفتيت واستمالة هل السؤال هل سيكون قادراً ما بدنا نجزم على استمالة آه، ناس من هون ناس ما لها هويه سياسيه ناس ربحت مش معروف كيف وين ما تحط اجره اوكي يستميلها هذا امر مم... ممكن مم. ممكن آه، اذا الربح ربح ال 65 زائد واحد يعني طلع قال امام الكون كله سوا انه ليست شرعيتي سلاحي ولا مشروعي كذا شرعيتي شعبيه غير منتقصه وبالتالي راح يكون ياثر تاثير كبير بكل المحطات المقبله واهمها انتخابات رئيس الجمهوريه وهو اصلا مؤثر لانه يعني عنده عنده سلاح السطوة موجود على الطاولة وسلاح الأكترية بتصير يعني نقطة مع نقطة بتصير بلاس يعني اكسترا بلاس طيب إذا ما قدر حصل على الخمسة وستين فإذا في مجموعة متنافرة من القوى السياسية والمدنية رح تحصل على الخمسة وستين لكن هل ستكون مجموعة واحدة؟ هل على قليلة هل قادرين نقول إعادة تناغم مثلا على خطوط معينة بين الكتائب اللبنانية والقوات اللبنانية؟ بين قال رئيس الحزب قال نحن من بعد الانتخابات رح نشتغل على الملفات اللي مطروحة كل ملف مع مين نتفق نحن وياه رح نكون نحن وياه أسلوب عملي ومنهجي نعم ولكن بالنتيجة يعني الملفات الكبرى ما بدأ يعني النائب سامي جميل ما بد يعني في مجال حدا يكفر تاني بال... بال... بالعناوين ال... الأساسية؟ إيه في مثلا بموضوع الانتخابات تبع الرئيس هون بيقدر الـ الـ النائب هيدي زي هيدي يقف الكل صحيح ويدل عليهم صحيح بس ما هيدي مرحلة وانطوت ما قد بموضوع قانون الانتخابات يعني في... ما ده بيقدر ده يدل عليهم قانون الانتخابات لا دفاعا ولا, ولا هجوماً هجوم. لا دفاعا ولا هجوماً لا دفاعا ولا هجوم صحيح عم تحكي صحيح بس مثلا فيك هلا انت تصنف مثلا الطرف اللي انتخب مش العون انه دكمه انه هو صار بحضن حزب الله ما بنقدر نروح نروح لهالقد في شيء اخطر في شيء م. اخطر انه فيك تصنفه انه هذا بيستسلم ببعض المطارح يمكن ما بتوافق عارضنا وانتقدنا وشقفنا تشقيف بالخطاب وبالمقالات وكذا كافراد هذا الخيار ولكن مش يعني انه نكسر نوصل إلى كسر هذه القوى المؤهلة أنه تكون يوما ما كتلة تعمل إعادة توازن مع حزب الله يعني أنا هيدا رأيي الأمر الثاني مثلا بهاي العناوين حدا بيقدر يقول عن حزب الكتائب أنه بيساوي مع سيادة البلد أو انخرط بفساد لا حدا بيقدر يقول عن قوى تانية ربما أخطأت بال... بالقراءة السياسية وعملت خطوات غير مقبولة على الإطلاق بس هذا الشيء بيعني انه دوكما تحطها هون كمان لا بدنا يعني نرجع على ارض الواقع ونقول مجبرين هذه القوة التي تدور في هذه الفلك واللي بعتقد بيجمعها قناعات واحده مهما خبت حالها ود... و... يعني وعملت خطابات مواجهه بين بعضها هي خطابات المواجهه على الاحجام واكثر من... ربما اكثر من الاحجام ولكن بالمحصله النهائيه انا ما في صنف اي قوه من هذه القوى كأنه يعني شيء مثل التيار الوطني اللي عمله العماد مش ألفين 2005 ما بقدر صنفها لحد هلا اذا شفت هالشيء اكيد راح صنفه اكيد راح واجهه برجع بقول في استحقاق كبير ما في ايد تزقف لوحدها بهذا الموضوع ما في ايد تزقف لوحدها بهذا الموضوع المطلوب كتله نيابيه بعد الانتخابات من كل الناس الذين يدورون خارج فرق حزب الله حقيقه قد يختلفون مع بعضهم اوكي مطلوب تشكيل مش كتله نيابيه يعني توجه عام توجه عام يواجه عملية تدمير البلد المستمرة، نحن جايينا يا أستاذ جميل جايينا انتخابات رئاسية يراد فيها يراد فيها استمرار الوضع الحالي بس يا استاذ اسعد انت بتعتبر وجايينا تشكيل حكومات تشكيل حكومات وجايينا انتخاب رئيس مجلس النواب بتعتبر حزب الله قادر يرجع يحكم بالطريقة اللي كان حاكم فيها من الـ 2016 لا. اليوم اليوم لا. حزب الله عم بيتحمل وزر آآ آآ يعني الرئيس حسان جيب بيقولوا انت سميته انت جبته هيدي طريقه حكمك اليوم الرئيس ميشيل عون بيقولوا انت سميته انت جبته هي طريقه حكمك إذا هل رح يكمل قادر يكمل اذا حزب الله بهذه الطريقه اذا غير بالاسلوب لا يعني التغيير في الاهداف بمعنى انا اليوم اذا انا حزب الله عندي مرشحين حلفاء لرئيس جمهوري مستقتلين واحد اسمه جبران بسيل واحد اسمه وعد نفسه اسمه سليمان فرنجي لانه حرمته بال 2016 وصلت اللقمة على التم وما خلي انا ما خليته يعمل يعني رئيس جمهوري طيب جبران باسيل اذا استعرضت وضعه عقوبات غير مقبول من اي قوى سيسي حتى الحلفاء يعني في نبي بري مش رح يقبل هالمره بميشيل عون اخر سليمان فرنجي رح يكون مستشرس اكثر واكثر لانه بدي يقول انه انا هالمره مش انه انا ضحيت وانا قبلت معكم وانا ما زلت بشارك فاذا اذا غير حزب الله تكتيكه وقال آه لرئيس شكله من خارج هذا النادي ولكن ما بيمرق الا ما انا وافق عليه ما بتكون نتيجه ذاتها عم تسالني عن تغيير موقف بس يمكن ما بنوصل للي وصلنا له نحن رح نواجه في رئيس نحن رح, من رح نواجه بشكل إلا إلا رح بشكل دائم قصه انه في واقع موجود في قوه مسلحه تفرض إيقاعة وسيطرتها بتشكيل الحكومات بانتخاب رئاسة الجمهورية بي... هؤدي رح يضلوا مستمرين طيب. بغض النظر عن نتائج الانتخابات بالتالي برجع بقول أنه طيب بمواجهة هذا الواقع هل يجوز هذا التفتت للقائد مش عم بحكي لا طوبويات ولا شيء ما بتعتقد من قدر رح تتفتت بالواقعيه تت... بالواقعي السياسيه ما, ر... ما بتعتقد قدر رح تتفتت قدام المشهدية الجديده يلي ممكن نشهدها بالايام اللي جايه بين ايران وسوريا غير صحيح كتله بلبنان تكون غير مقربه صحيح. من النظام السوري وكتله غير صحيح لسبب مصالحه اللي عملها الملك عبد الله مع بشار الاسد بقمه الكويت اللي على اساسها صارت انتخابات 2009 وزياره سعد الحريري الى دمشق كان يؤمل معها ابعاد النظام عن ايران م. لكن هالشيء ما حصل هيدا رهان مستمر بس يعني اليوم رجع الرئيس بشار الاسد عم يعمل جولات بالدول العربية ورجع إلى الحاضنة العربية أعوذ بالله ما في شيء من هذا النوع في تكتيك معين عم تعمله بعض الدول الخليج تجريبي تكتيك تجريبي بس أنا قرأت أنه نتائجه لن تكون مختلفة لسبب في سبب إضافي 2009 ما كان في ثورة بسوريا 2011 بلشت آه، 2013 كذا يسقط النظام انقذته ايران اصبح النظام بيد ايران وروسيا بالتالي محاولة وهم آه، فصل النظام عن ايران في لبنان او في سوريا او بادائه العربي هو برأيي حتى اشعار اخر وهم وبالتالي الـ الـ الادارة لهذا الفريق في لبنان هي حزب الله طهران وليس النظام طيب وفي حال ما كانوا هن امام موضوع فصل، اليوم شفنا الرئيس الاسد كان عم يحمل رسائل بين الدول الخليجيه وبين ايران وبين روسيا بالمرحله القريبه منه بحاجه ل لوسيط ل... بحاجه لساعي بريد الخليج شو تعرف... كانت طيب الزياره؟ شو يعني باي اطار بتحطها؟ في محاوله اماراتيه للقول دائما انكيه, إنكية بامريكا انه اليوم كانت عم بتفاوض مش بس مش هيك مش هيك، في محاوله انه لل... يعني سياسي خارجي إماراتي تحديدا صفر مشاكل في المنطقة حتى إيران حاوروها قبل ضربة الحوثيين لأبو ظبي حاوروها صار في حوار وراح طحنون بن زايد وعمل لقاءات بطهران وجو مسؤولين إيرانيين يعني هذه سياسة الصفر مشاكل بتترجم مع الكل لأنه في شيء يعني خطر وجودي بالنسبة للخليج العربي كله سواء اسمه الأخوان المسلمين و ما يسمى بالاسلام السياسي. بالتالي هم عم يعملوا سياسه امان، سياسه امان معينه، من ضمنها انه ليس هناك محرمات، نتكلم مع بشار الاسد على امل ان يبتعد قليلا عن ايران كذا. انا أقول انه هذا الشيء لن يحصل، وبالتالي وهم ادخال نظام سوري مره اخرى كلاعب اساسي في لبنان هو مجرد وهم. لن يدخل كلاعب اساسي، هو يعمل تحت ظل ايران في لبنان. شفنا تهدئة تهدئة باليمن وإبالة عودة بعض السفراء إلى إلى لبنان سفر دول الخليج كمان بالمقابل من بعد عودتهم إلى لبنان صار في حركة ناشطة لهؤلاء السفراء ومن ضمنها افطارات لا سياسيين مفهومة يمكن ولكن رجال بالسلك القضائي والأمني اليوم حزب الله ما حكي شيء بهذا لا الموضوع. طلب من اللواء بس ابراهيم انه ما يحضر بهذا الاخر بس بالعلن ما كان في ما كان في اي هجوم على كل اداء السفير السعودي تحديدا. اليوم هيدا شو شو يعني مرتبطين ببعض موضوع اليمن موضوع آه جميل نحن شفنا انه حمله اعلاميه على قريبه من حزب الله على الكذا ما حكيوا مباشره هن متريسين على روي شفنا كلام من جبران باسيل انه على قصه السفارات وعنجر انه م. كانه هي السفاره السعوديه مثل عنجر اللي عم يشبهها بعنجر آه شفنا كلام من هذا النوع هلا في اعاده قراءه لكل المشهد في لبنان بعد عوده السفراء نجيب ميقاتي عم طلب من حزب الله انه ياخذ نفس بهذا الموضوع وهم على الارجح يعني غير ممانعين لانه بيعتبروا انه هذه العوده لا آه تؤثر الى حد ما في تغيير الوقائع في لبنان تبقى عوده ونشاط و و و و و للمرحله المقبله الى الان الى الان من جهه السعوديه هناك قراءه لكل منطقة من اليمن الى العراق الى سوريا الى لبنان املت حصول هذه العوده والعمل بالحد المقبول انطلاقا من لبنان يعني المؤشر منيح انه ما في لم يعد هناك هلا بعد هذه العوده وما سمي بالمبادره الكويتيه انه شيء اسمه اتركوا الملف اللبناني آه كل واحد يدبر, يدبر راسه, راسه يدبر راسه لا في في عوده في حضور آه توقيت العوده قبل الانتخابات له انعكاس ايجابي على البيئه السنيه كتير اساسي يعني عم بيقولوا انه لا للمقاطعه م. عم بيقولوا انه الشيء اللي عم يعمله الرئيس سعد الحريري آه بعد آه اعتكافه انه غير مقبول لا خلي الناس آه تشارك وتحصل الانتخابات وبناء على نتائج الانتخابات نتعامل هذا مع... الكلام كثير حلو ولكن فعليا رح يقتصر يعني هيك الصوره مثل ما حضرتك عم بتصورها انه بس عم يعني بيكونوا جايين بس يتفرجوا ويراقبوا لا لا ما قلت هيك انا قلت شو رح, رح عودتهم بقرار حلو. كبير اوكي قرار كبير المدى اللي بيروحوا له هو مدى قديش بيقدر آه يعني هون بحكي بيرجع نجيب ميقاتي، قد ايه نجيب مئات ياخذ باس من حزب الله على قصه خي مرقوا لنا الامور هلا لأن وضعنا الاقتصادي كذا، مرقوا لنا الامور لانه ما آه فينا بس هو شو رح يعملوا شو رح يعملوا السفراء؟ شو رح يكون تاثير الدول الخليج بالفتره القادمه على حضور الان. فاعل وسيكون اكثر فعالية حضور رح يدعموا الرئيس السنيوره؟ بعتقد استقباله الاتصال الهاتفي مع السفير والاستقباله واللقاءات صارت بباريس هي بتأشر لانه بيشوفوا بالسنيوره شغله منيحه اشرف ريفي كمان بيشوفوا فيه شغله منيحه لانه مواقفه العربيه ومواقفه اللبنانيه واضحه بالنسبه لهم بيتابعوا كل شيء بيتابعوا كل شيء وبيعرفوا كل شيء فبالتالي ولكن من دون ان نسجل حتى الان م. اي آآ آآ يعني مش عم يتدخلوا تركي الانتخابات تجري ما في هذا هيد اللي بعرفه ما في دعم أنا. ما في هذا لا لا هذا اللي بعرفه أنا. صندوق النقد الدولي بعد معنا دقيقة رح ي... رح يتم رح نوصل لاتفاق فعلي مع صندوق النقد الدولي ولا من الاحرف الاولى الى الكابيتال كنترول الى الترجمة الفعلية لهذا الاتفاق. أنا بسأل نفسي بعد عم بقرا بقراه مرارا بس بده تعمق كثير الاتفاق وكثير نقاط أساسية فيه أهمها القطاع العام تصغيره الكهرباء, الكهرباء، الاتصالات مم. توحيد سعر الصرف مم. طيب هل والكابيتال كنترول عدة اه امور توحيد ولا واحد قادرة تعمله الدولة ايه؟ توحيد صار الصرف تيلي نحن امام صورة غامضة هلا في شعبوية معينة يعني انا اشك انه آه ان آه يقر اي شيء قبل 15 ايام سيقر بعد الانتخابات ولا ما في في ناس بتقول ما في اتفاق كمان هون اللقمة كتير آه كبيرة كبير يعني. بيغصوا فيها بيغصوا فيها فيه. فيه. ما حدا بيقول لك آه بيقول لك انا ما لي علاقة المحلل السياسي والصحافي الاستاذ اسعد بشار اهلا وسهلا فيك ببرنامج الحكي بالسياسي مشاهدينا الكرام مني ومن فريق العمل شكرا على حسن المتابعه ما حدا رح يعملكم شيء أنتم يلي بتعملوا واذا بدكم تغيروا هيدا الواقع تشجعوا وغيروا بصوتكم بالانتخابات